السلام عليكم مشاهدي وصفات ام سلمى، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو في احسن الاحوال. لمازال موجوده الحلوه ديال ذكرى مولد نبوي، جبت لكم واحد العجين كنستخرجوا منه 4 ديال الاشكال او اكثر، يعني الشكل اللي عندكم في البال ديالكم ممكن تخرجوا من هذا العجين اللي غنعطيكم. هي سهله وبنكهات مختلفه. انا حاولت ندير غير اشكال بسيطه، ولكن نتوما الشكل اللي عندكم في الدار او المطبه اللي عندكم في الدار يخرج من هذا العجين. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الحلوه ديال اليوم. ودابا نزول المقادير وطريقه التحضير. كما قلت لكم مشاهدينا الكرام في الاول، هذا الشكل كيخرج لكم 4 ديال الاشكال. كنحتاجوا فيه لده، مارغرين وزن 250 غرام، عندنا 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال الزيت النباتيه، عندي هنا 4 ديال البيضات، 2 خمارات حمرين، قبصه ديال الملح، وعندي النكهه ديال الحامض سيترون والنكهه ديال الليمون. يعني نتوما ممكن ديروا اي نكهه بغيتوا ديروها. والدقيق على حسب، يعني الدقيق ما نقدرش نقول لكم حيت شكون الدقيق وعلى حسب النوعيه ديالو. المهم انا عندي هنا تقريبا كيلو ديال الدقيق، نقول لكم واش غنديروا كامل ولا يبقى ليا منه. صافي دابا مشاهدينا، بعد ما قدمت لكم المقادير غندوزو نيشان باش نعجنوا العجين ديال الحلوه ديالنا. صافي عندنا هنا القصعه فاش غنشتغلوا، غندير ديك القبيصه ديال الملح، لذة، مارغرين، غنخدمها بجوج كيسان ديال السنيده اللي عندي. بعد ما خدمت الزبده اللي عندي هي سكر سنيده، دابا نضيف دوك ربعات البيضات اللي قلت لكم في الاول. صافي بعد ما خدمت الزبده هي سكر سنيده والبيض، دابا غادي نضيف الزيت، غنضيف النكهه ديال السيترون، غنضيف تقريبا واحد الراس ديال المعلقه، ما نكثرش حيت مازال غادي نزيد غير باش تجي النكهه ديالو. كيما شفتوا راس ديال المعلقه حيت مازال غادي نسمها ملي نقسم العجين لاربعة المرات. صافي نخدم الخليط كامل تندمج مزيان، عاد نزيد الدقيق. صافي دابا بعد ما خلطنا الخليط كامل، دابا نزيدو الدقيق بطبيعة الحال بعد ما غربلناه. تضيفو الدقيق تدريجيا، يعني ما تخبوش، ما تحاولوش تخبو الدقيق في مرة وحدة. دابا نضيف دوك 2 خمارات اللي عندي حمرين، صافي وكتجمعو الخليط. هذا هو الشكل ديال العجينه مشاهدينا الكرام. كما شفتوا خاصها تكون رطبه، ما تكونش قاصحه حيت نخرجوها في البوق. انا تقريبا هاد المقادير الدوليه تقريبا كيلو لاروب ديال الدقيق. صافي دابا نقسمها من الوسط، حيت قلت لكم كل نص غنخرج منه جوج شكل، وانتم على حسب الاختيار ديالكم. صافي هاد النص عندي ليه النكهه ديال الليمون، واللي بغى يدير حتى القشور ديال الليمون ممكن يديرهم. تقريبا درت معلقه صغيره ما عامراش، حيت عارفين انك هذه الليمون كتكون مجهده. والنص اللي تبقى لي غنزيد واحد شويه ديال النكهه ديال الحامض. كما تشوف الاول راه ما كثرتش. صافي تقريبا صافي دابا كملت معنا مشاهدينا. بعد ما دخلت النكهه في العجين ديالي، دابا غادي نبدا نشكلها على الشكل اللي بغيت انا، يعني غندير انا على حساب البوق او على الشكل ديال الحلوه اللي عندي. نتوما اي شكل في راسكم ممكن ديروه به. هاد الشكل اللي نسمتو بالليمون عندي رمي واحد الشكل تيقولوا لي القرقاعه. عندي جبت هنايا البوق، هاد البوق من هاد النوع كما شفتوا معايا، راه درت به شي وحدين من هاد النوع، دهنته بالزيت شويه ديال الزيت. صافي درت الكميه ديال العجين
وضروري ديروا الصبع ديالكم بشويه ديال الزيت باش ما تجيكمش حرشه. صافي كتجيو هكا هادشي. انا بديت اصلا شي وحدين كيجيو هذا الشكل، راه كنزيهم مازال هذا الشكل تيقولوا للكركاعه. صافي كتجي لهنايا كدو ديروا هكا. صافي كما شفتوا معايا مشاهدينا الكرام، عاد السمر انا في هذا النوع بحال هذا الشكل. كنكمل يعني النصف ديال الكميه اللي عندي اللي نسمت بالليمون، ونتلاقاو ان شاء الله باش نصايبوا الشكل الثاني. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل اللي درنا الاول ديال الكركاعه. دابا غادي ندير الفران، غير صفار ما غاديش يتحمر بزاف، غير صفار، وديك الساعه نخرجوه ان شاء الله. نشعل عليه الفران من التحت، تيصفار من التحت، ونشعل عليه الفران من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل الثاني. الشكل الثاني مشاهدينا الكرام كنحتاجوا فيه سكر سنيده، وعندي هذا المطبع هذا على هذا الشكل، هذا الشكل وريضه. صافي دابا غادي ناخذ واحد الكميه ديال العجين، نحاولوا ما تكبروهاش، يعني تكون مويان، تكون صغيره شويه باش تجي الشكل ديالها زوين. صافي كنكوروا على هذا الشكل، وكنضغطوا عليه واحد شويه كما شفتوا على هذا الشكل كنضغطوا. صافي كنديروا الطابع ديالي في سكر سنيده بهذا الشكل، وكنضغطوا عليه كيجي الشكل ديالها بحال هكا كما شفتوا. كنحطوه في واحد الطاوله اللي دايرين فيها ورق الزبده، او دهنوها بشويه ديال الزيت. صافي مشاهدينا الكرام، عند السمر بهذا الشكل تنكمل الشكل الثاني ديالي، وندخلها للطاوة حتى هي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل الثالث. الشكل الثاني هو كملته كما شفتوا معايا. راني جربت واحد الوحده بواحد الطابع عندي واحد اخر، يعني كما قلت لكم هاد العجينه اللي درت لكم ممكن ديروا باي شكل واي طابع عندكم في الدار. كما شفتوا هاد الطابع جا الشكل ديالو زوين، غير كديروه في سنيده باش ما يلصقش لكم، وباش يجي داك البريون في الحلوى زوين. صافي دابا عندها في الشكل الثالث. كناخذ واحد شويه ديال العجين كنركبوا على هاد الشكل، وكنديروا على الشكل الطولي على هاد الشكل، كتنقصوا منه شويه باش يجي الديكور ديالو زوين، بس حاول ما تكبروش. صافي على هاد الشكل كما شفتوا، راه سبق ليا درت منه. هاد الشكل باقي غنزوقوه في الكونفيتور والكوك، ولا ممكن دير الشوكولاته على حسب الاختيار ديالكم. صافي كما شفتوا معايا الشكل الثالث هو ساليتو، غندخل الفران تطيب الحلوى، وندوزو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل الرابع. بالنسبه للشكل الرابع مشاهدينا، صافي تناخذ شويه تنكورو على هذا الشكل. غادي نكورو عادي ونحطو في الطاوه تيطيب، ونغصو في الشوكولات والكوك. بالنسبه لي انا راه قدمت لكم غير فكره هاد العجينه، يعني هاد المقادير اللي عطيتكم عطاوني كل شويه منه، انا قدمت لكم غير افكار، يعني اللي بغيتو يعني عجينه وحده، مقادير وحده، تخرجوا منها اي شكل بغيتو. انا حاولت نقدم لكم ربعة الاشكال في عجينه وحده باش نعطيكم فكره، وفي يعني وبمقادير بساط، يعني الفينيسيون ديالو تيكون مقادير بساط ومتواجدين في اي بيت. صافي مشاهدينا الكرام، نكمل هذا الشكل الرابع على هذا الشكل، وندخلو توا الفران يطيب، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا لهم الفينيسيون ديالهم. كما شفتوا معايا مشاهدينا الكرام، الحلوى ديالي هي هذه بعد ما طابت. هذيك الكميه اللي عطيتكم مرة تبارك الله لحت ليا الخير والبركه، يعني لحت ليا جوج طبيصلات. انا غير عطيتكم يعني فكره بان هذا العجين ممكن تديروا به اي شكل بغيتو. انا درت به ربع التشكيلات وريتهم لكم، يعني نتوما اي شكل عندكم ولا بغيتو ديروا ممكن ديروا بالعجين. جا المذاق ديالها رائع، دقتهم غير بحال هكا غير بهذا الشكل، باقي ما كملناهمش، وجا المذاق ديال السيترون وديال الليمون، واحد المذاق زوين. صافي دابا غادي نبداو ان شاء الله بالفينيسيون ديالهم. هذه راه بلا ما غادي ندير لها والو، هذه غير هكا راه عاطيه الديكور، يعني داك البريون ديال السكر سنيده عطاها واحد الديكور زوين. كما شفتوا معايا الطياب ديالهم كيكونوا صفرين غير هكا، يعني ما تحاولوش تحمروهم بزاف يجوا ما عاطينش المنظر. كما شفتوا معايا هذه كما قلت لكم راه واجده. باقي هذه غندير ليها الكونفيتور والكوك، وهذا الشكل هذا اللي كيقولوا الكركاعه ندير له الشوكولات. غتشوفوا الشكل ديالو ان شاء الله بالشوكولات، وهاد النويه هذا غنديرو بالشوكولاط الكونفيتور. اللي بغى يديرو بالكوك الكونفيتور ممكن يديرو، انا غنديرو بالشوكولاط الكونفيتور. نبدا باول شكل هو هذا، درت الشوكولاط يدوب في واحد الحمام مريم كما شفتو معايا. صافي راه داب، غنخليه هنايا تحت الماء باش يبقى ليا يعني مطلوق الشوكولاط. صافي الزواق ديالو راه ساهل، كناخد وحده من هادي اللي كما قلت لكم سميتها الكركاعه. صافي كنديرها هكا في الشوكولاط،
صافي وكنزديها على هذا الشكل. هو خاص الشوكولاط يخرج شويه من الجناب باش تبان على الشكل الكركعان. انا ودي لكم وحده اخرى. ملي خاص الشوكولاط يخرج بحال هذا الشكل باش الكركعه كتبان يعني في هذاك يعني كما قلت لكم على هذا الشكل. صافي كنحطهم واحد فواحد الطبيطير على هذا الشكل باش ينشفوا. غنستمر على هذا الشكل مشاهدينا الكرام، تنكمل هذا الشكل هذا باش صافي نحيدو عليا ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملو الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني اللي درتو على شكل بيضاوي غادي نديرو في الكونفيتور والكوك. صافي هنا درت كميه ديال الكونفيتور تقريبا واحد 4 المعالق، درت لهم واحد 2 معالق ديال الماء زهر، غير خلطتهم مع بعضياتهم بلا ما سخنتهم، خلطتهم غير شويه. صافي دابا غادي نبدا ندير فيه الحلوه ديالي بهذا الشكل. صافي ونهزها نديرها على هذا الشكل في الكوك. صافي غنستمر بهذا الشكل الثاني بحال هكا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل الثالث. الشكل الاخير عندي ليه الشوكولاط والكوك. هنايا الشوكولاط داك اللي تبقى لي من النوع ديال الكركاعه ضفت ليه الحليب باش يجري ليا، حيت الاول كان شويه قاصح يعني ولا جاري بحال هذا الشكل. صافي غنغطس فيه هذا الشكل الحلوه. غنهزها هذا الشكل نديرها في الكوك. كما شفتوا معايا مشاهدينا كي هذا هو الشكل ديالها، كنحطوها في الشكل شي بلايصه. انا درت ليها الشوكولاط، يعني ممكن حتى هي ديروا ليها الكونفيتور والكوك، يعني ممكن ديروا الزواق على حسابكم. ممكن ديروا اي نوع من الباستا عندكم، يعني حتى الباستا طونيك كتجي زوينه في التشكيلات بحال هذا الشكل. كيجي المذاق ديالها زوين. صافي مشاهدينا كما شفتوا معايا التنويع اللي درت لكم كاملين ساهلين يعني بمقادير متوفره في اي بيت. دابا نستمر بهذا الشكل ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الشكيلات ديال الحلوه ديالي كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي قدمت لكم اليوم. عجينه واحده خرجت منها 4 ديال الشكل، كيجي المذاق ديالها زوين وعطاتني كميه مزيانه. كما شفتوا معايا راه ساهله في التحضير وبمقادير جد بسيطه. نتمنى الحلوه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وغنقسم لكم واحده من ديك اللي درتها بالشوكولاتة. شوفي كيجي الشكل ديالها من الداخل، الداخل بيض ورا فيه الشوكولاتة والكوك. المذاق ديالهم جا زوين بزاف. نتمنى تجربوا الحلوة ديال اليوم وتنال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش دائما الاشتراك في القناة، وما تنسونيش بلي لايك ديالكم كتشجعوني باش نزيد نقدم لكم كل ما هو جديد في الحلويات في الطبخ. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.